وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة إيمان المرباطي، الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الاجتماعي. سيدة إيمان، بعد التحية، لو تحدثيننا عن أهمية مبادرة ترابط. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير جميعا. بداية نود أن نتقدم بالشكر والتقدير لمعهد البحرين للتنمية السياسية وجميع المشاركين في برنامج ترابط. من خلال هذا البرنامج قدرنا نوصل أكثر الملاحظات اللي إحنا نحتاجها إلى أنها توصل إلى المشتركين وإلى الموظفين والمؤمن عليهم، بحيث أنه يكونون على دراية كاملة بالقوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي. ونعتبر هذه البرنامج قناة من قنوات التواصل والاتصال المؤسسي مع جميع أبناء البحرين. بالنسبة للملاحظات اللي احنا استلمناها من عندهم او الأسئلة اللي طرحت، كانت تتميز بالسلاسة وبأن هي تكون فيها شمولية، بحيث ان احنا نكون قريبين من المواطنين في توصيل جميع الملاحظات لهم من خلال قنواتنا، من خلال القنوات اللي موجودة خلال في الهيئة لتوصيل هذه المعلومات ونشر الثقافة وتبادل الرأي والحوار. كان من ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، واتاحت الفرصة لنا لتسليط الضوء على مختلف التشريعات التقاعدية والتأمينية والتوعية بها، ونكون شاكرين لهم في هذه اللقاء، ونتمنى أن نتواصل معهم أكثر بحيث أن احنا نقدر نوصل كل الملاحظات الجديدة اللي بتكون عندنا على هذا الموضوع. نعم، السيدة إيمان المرباطي، الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الاجتماعي، كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الأخبار. شكرا جزيلا لك.